شوف رسالة للناس كله شعب السوداني. الزول ده ما تخلي مرتك ولا أختك تطلع تمشي له. حتى الرغية اللي بيعملها دي رغية بتاع الشياطين، بيحرف فيها القرآن. القرآن كلام الله نزل من السماء، الزول ده بيحرف. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريغا ظلما وإلحاد. وطبعا الصوفية في كثير من كتبهم والرغية بتاعتهم بيقصدوا يحرفوا القرآن. ليه؟ لأنه تحريف القرآن كفر، والشيطان ما بيستحوذ على الفقيه ذاته الصوفي إلا بعد ما يكفر له بالله، بعد ذلك بيشتغل مع الشيطان. وربنا ذكر الكلام ده في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وربنا سبحانه وتعالى قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. العلماء قالوا بناء على الآية دي من سورة البقرة، الآية طويلة، إنه الساحر الشيطان ما بيشتغل أو هو بيشتغل مع الشيطان إلا إذا كفر بالله، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلازم يكفر. عشان كده بيقوم بيحرف القرآن. يا كتبوا في الحجاب، الحجاب كتبوا بدم الحيط، أو كتبوا في البخرة بالقلبة القرآن، أو جابوا قرآن آية وحذفوا منها حروف أو كلمات، أو زادوا فيها كلمات فحرفوا كلام الله. وتحريف القرآن كفر. فالرجل ده بيحرف القرآن أثناء الرغية وما بيزول حاسب الكلام ده، وما قال ده قرآن ذاته، وده تحريف رقم اثنين. قال لهم، قال للنسوان: يلا تعالوا نقرأ قصيدة. قال عليك الله نسمع القصيدة دي. قال الشنو؟ نسمع القصيدة. قال الشنو؟ وما في زول يقرأ، بس أسمع. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريغا ظلما وإلحاد، دعاة على أبواب جهنم، النخباء النجباء أبدال وأوداد. هم جاي انك ترغي لهم، تقرأ لهم قصيدة؟ اها، القصيدة فيها شنو؟ جاب جزء من الآية دي من سورة التوبة ودخ حشر فيها كلام من راسه ومشى طوالي، ما في زول حس بها أظن من النسوان دي. فشغل بتاع تحريف ليه؟ لاستحضار الشيطان، لاستحضار الشيطان والجن. احذروا الناس يا ناس، احذروهم. بعد ذاك في الرغية ذاتها، شوف بعد ذاك شغل الشياطين. قال شيخ برصيصة: يا خازوق تبين راسك بدون طيوب، شكلك زي كديس مفلوق حمار مفلوق، يا هاروت يا ماروت يا غنماج والسوق، شيخ برصيصة سجم أمك. شيخ برصيصة يا خازوق كبير راسك بدون طيوب، شكلك زي كديس مخلوق كلب ميت حمار مفلوق، يا هاروت يا ماروت يا صعلوق يا غنماج والسوق، شيخ برصيصة سجم أمك دي الرغية، دي الرغية بتاع الشيخ بشرى، دي الرغية سجم أمك، دي الرغية بتاع الشيخ منى. يا جماعة شيخ بشرى وكلام كثير جدا. قال: لعنة الله على أي زول يقدر يتحداني، لعنة الله على أي زول يقدر يتحداني. لو قدرت اتحداني أنا بتحداك، بتحداك وبتحدى الشفات اللي وراك كلهم، بس النسوين ده ما تجيبوا لنا. يا اخي سايق لك 500 مره وراك يا اخي، هو مستشفى النساء والتوليد ما فيها 500 مره يا مستعبد يا مجرم. تعال رجال براك، راجل قابل راجل، حديد لاقى حديد، تحداني تعال هنا يا مستعبد. انت ما شفت ذاك؟ ذاك ما جاء ذاك خش هنا. بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى انتهى منه بفضل الله عز وجل. تعال جرب. طيب يغش في النسوين وقاعد. اخر حاجه قال: انتظروا الامطار والسيول والاعاصير، اجاياكم الايام دي انا السم الاكبر من الوهابيه والاكبر من الصوفيه. انتظروا الامطار والسيول والاعاصير اجاياكم اليومين دي وانا السم الاكبر من الصوفيه والسم الاكبر من الوهابيه والسم الاكبر من الشياطين.
قال انتظروا الامطار والسيول والاعاصير جاياكم. هذا كله يدخل في ادعاء علم الغيب الذي هو كفر بالله عز وجل. وكونه يشتم الصوفيه ده ما معناته كويس يا جماعه، لانه دي بقت وهمات، وهمه عرفتها؟ زول يقول لك صوفيه كعبين، لكن تلقى اكبر صوفي كتار زي ديل. واحد يقول لك الاخوان المسلمين كعبين، تلقى اكبر شنو؟ اخواني زي الرضواني بتاع مصر ده بتاع قناه البصيره. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه.